السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم عم عبد الله أتوم أم عبد الله في البيت. والنهاردة هعمل لكم آيس كريم شوكولاتة بطريقتين، بالشوكولاتة وبصوص الشوكولاتة أو النوتيلا. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ولايك وشير مع غيركم عشان الكل يستفيد. وندخل على مقادير. أول طريقة، آيس كريم شوكولاتة بقطع الشوكولاتة. كوباية زبادي 150 جرام، ودي الزبادي اللي عملتها معاكم على القناة، واللي مش عملها معايا يقدر يستخدم علبتين زبادي جاهزة. 3 مكعبات شوكولاتة، ربع كوباية لبن أو حليب 50 ملي، 3/4 كوباية كريمة لباني بدون سكر 125 جرام، 3/4 كوباية سكر بودر 175 جرام، كوباية مية متلجة 250 ملي. ندخل على الطريقة على طول. أول حاجة نعملها إن احنا بنسيح الشوكولاتة في ربع كوباية لبن مغلي. ممكن نبشرها الأول عشان تسيح معاكي بسرعة. نجيب الخلاط ونحط فيه الزبادي والمية المتلجة ونضربهم مع بعض كويس. بعدين نضيف السكر البودر والكريمة اللباني والشوكولاتة السايحة ونضربهم مع بعض مرة تانية لحد ما الخليط ما يتجانس. نجيب اي علبة متاحة عندك ونصب فيها خليط ايس كريم الشوكولاتة. نساوي وش الايس كريم في العلبة ونحط عليها شوكولاتة شوكولات شيبس، ممكن نحطها في الخليط نفسه. نغطي العلبة بغطاء محكم علشان حبيبات التلج مش تتكون على وش الايس كريم. ندخله الفريزر من 4 لـ6 ساعات، وممكن لثاني يوم لحد ما يتماسك الايس كريم. ودي اول طريقة. ندخل على مقادير تاني. طريقة ايس كريم شوكولاتة بصوص الشوكولاتة او النوتيلا. كوباية زبادي 150 جرام، ودي الزبادي اللي عملتها معاكم على القناة، واللي ما عملهاش يقدر يستخدم علبتين زبادي جاهزة. 2 معلقة بديل نوتيلا، ودي عملتها معاكم على القناة برضو. 1/2 كوباية صوص شوكولاتة، وده عملته معاكم على القناة. 1/2 كوباية سكر بودر 150 جرام، 3/4 كوباية كريمة لباني 125 جرام، كوباية مية متلجة 250 ملي. ندخل على الطريقة على طول. نجيب الخلاط ونحط فيه الزبادي وكوباية المية المتلجة ونضربهم مع بعض كويس. بعد كده نضيف عليهم الكريمة اللباني والسكر بودر والنوتيلا او صوص الشوكولاتة ونضربهم مع بعض كويس. نجيب اي علبة متاحة عندك ونصب فيها خليط ايس كريم الشوكولاتة، وهو كريمي وتقيل قبل ما يدخل الفريزر، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه. نسوي وش الايس كريم في العلبة ونغطيه بغطاء محكم علشان حبيبات التلج مش تتكون على وش الايس كريم. ندخله الفريزر من 4 لـ6 ساعات لحد ما يتماسك الايس كريم. وده شكل ايس كريم الشوكولاتة، واحنا عملناه بطريقتين اسهل واسرع من بعض وما بتاخدش وقت في عمايله، وطعمهم لذيذ جدا، وتقدري تعملي المتاح عندك ومكوناته في بيتك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى تجربوه هيعجبكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.